ملعب مفتوح. أول شيء أنا بتمناها وحداتية، وبتمنى أن الوحداتي هاجم من بداية المباراة مع تحفظ في خط الدفاع، لكن يجب أن يشعر الكويت إن الهدف الثاني بالنسبة للوحدات. في المقابل الكويتي يريد الرد سريعا، الباشا استلام تقدم، تحرك الكويتي ما زالت مستمرة، ولكن تدخل باستماتة ونجاح، تدخل باستماتة ونجاح، وإبعاد للفرصة الخطيرة، إبعاد للفرصة الخطيرة. هذه العادة، لاحظ التحرك، وهنا المحترف التونسي الذي يظهر بشكل جيد للأمانة، قتال من أجل الحفاظ على المرمى من دون أهداف. هاجم بحثاً عن الثاني، بحثاً عن الثاني، هذه كرة تمريرة أبو زريق لعيب، أبو زريق لعيب، الله على التمريرة، لكن الكرة تبعد والكرة تحولت إلى ضربة ركنية، إلى ضربة ركنية لصالح الرمثة اللي كل تفكيره في قادم اللحظات سيكون كيف يخطف هدف ثاني ويقتل اللقاء، بل يقتل الأمل بل متبقي بالنسبة للوحدات. لكن اللاعب رقم 99، اللاعب رقم 99 المنقذ في لقطة سابقة قاسم الزين طبعا، وهنا تقدم انطلاقة على الدين، يمر وحيدا علي، يتقدم سريع علي على الدين، إنما مضغوط عليه بشكل ممتاز من جانب سامي الهمامي، هذا واللاعب التونسي همامي يبعد الكرة، يبعد الخطر المقبلة من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي. عرضية، الكرة ملعوبة بالرأس، رامي حمادة في اللقطة الأخيرة، حمادة على طول يبعد كرة كانت محققة للتسجيل لفريق الوحدات، العرضية وبداية العرض للوحدات، رأسية موجودة من سامي حمامي، سامي يا سامي، تسديدة مرجان الصدد في بهاء فيصل في الكرة الماضية، وهنا تدخل على نعم على الهمامي، تدخل على الهمامي في الكرة الماضية وعلى يوسف النبر القائد، نعم عليه، شوف هنا التدخل في اللقطة الماضية، أوه سلامات، يعني أنت سامي الهمامي على المستوى الدفاعي، لكن اليوم إلى حسن عبد الفتاح، حسن مر بشكل رائع، حسن وقول الهمامي بإصرار الكبار، عرضية ورأسية لا ترحم، رأسية لا ترحم، والوحدات يعاقب الرمثة على إهدار الفرص بالتعادل في الدقيقة أو في الوقت بدل الضائع. شوف في المرور، شوف التمرير والأروع، الرأسية وكأنها بقدمه، وكأنها ليست رأسية وكأنها بقدم سامي الهمامي، مجهود يشكر. كرة تتخلص بامتياز من سامي في الجهة، كان دائما ما يكون خامسا، الآن تحرك إلى المركز الرابع هذا الأسبوع، تحرك إلى المركز في وسط ميدان نادي النجمة، مستوى التنفيذ الكابيتانو وعبيدة السمرنا الدميري، يلعب كرة اليسارية الرأسية خطيرة، سامي الهمامي التونسي في كرة الهدف الثاني على نادي الوحدات، خطير جدا، عودة كانت رائعة من جانب سليم عبيد، تصويب الرأسية من سامي الهمامي الثلاث من جديد، المستوى متقارب بين الوحدات والنجمة، ومرة أخرى ممتازة جدا العملية في الافتكاك من سامي الهمامي، يعطيك معتوق فن اللي خرجت بداعي الأمان، هذه عملية السقوط على أرضية الميدان، علي هادي والتدخل اللي كان، علي هادي والتدخل اللي كان من سامي الهمامي، سامي الهمامي أيضا عندما تصدر وتأهل إلى الدور نصف النهائي، نصف نهائي الغرب، لكن بعد هذه المحاولة هناك اقتراب واصل إلى الطرف الأيسر ومن ثم إلى رمية إلى رمية التماس كان كرة تالية، الكرة فيها محاولة، هذا سامي حمامي مرة أخرى يتدخل، سامي
الكرة بتعدي لخارج الملعب إلى رمية جانبية. برافو يا سامي، أبعدها وخلصها إلى خارج الملعب. استاد عمان، نعم ظهر استاد الملك عبد الله الثاني.